سينما صيفط لك داخل الاجل القانوني بناء على الماده 60 اللي واضحه ان الاستقاله تكون ساليه المفعول ابتداء من 15 يوم فوق. صيفط لك بناء على طلب الحزب التنازل تراجع، وصيفط لك تذكير، وصيفط لك انك تعطيني محضر تاع الدوره خمسه تاع المراسلات. ما يمكنش تقول لي ما توصلتش، الا ما توصلتش كاع بهذا الشيء صيفط لي لحضور الجلسه باش ما تناقضش مع راسك. ولهذا انا شفت معايا عون قضائي بيناتنا المحكمه الاداريه اللي تفصل هذا الشيء. استقاله هذا الشيء اللي كاين. استقاله شكرا. انا من مالا وصلتها لك عن طريق البيرو دور، ها هو، وانت تتحمل المسؤوليه تاع الاداره. سير البيرو دور تبعث لك مباشره، ها هي. ها الاستقاله، ها التراجع في الاجال القانوني اللي كتنص عليه القانون. القانون التنظيمي 113 انا ماشي كان رضع صبعي ولا دري صغير باش نجي، انا دافع الاستقاله وكاين عندها رغبه الحزب غادي نرجع وغادي نرجع للقانون. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا وعليكم على المجهود الاداره باش تخرجوا من بلوكاج في الجامعه. واذا احنا في الجامعه كيف بالعكس السينوب ديال ستاجور السيد الرئيس واخا كان الاستقاله، لو كنت باغي تجمع الشمل تاع هذا المجلس كانت ما تقبلش الاستقاله ديالك في الكوميتا وتجلس مع ودي خطا نتاع سير اهانا المجلس وكذا، هذه خطا نتاع المجلس. حنا في هذا الموقف دابا كان عليك انك ما تقبلش الاستقاله ديالك وتقبل بخاطرو ونجمعوا الشمل ونمشيو. واذا به نتايا مشيت في المسطره ديالك سير تبع التراجع ديالك وباقي السيد الرئيس متعنت في الكلام. واش غير اللي يخالفك في الراي نمشيو لهذا الاتجاه كنستناو غير في الدوره ما يمكنش الرئيس. إذا بغينا نمشيو بعيد ماشي هذه الطريقه اللي غادي نمشيو بها. إذا باغيين نمشيو على المجلس وباغيين نمشيو بعيد ماشي هذه خص تقعد ساعة تصدر الرئيس. ماشي غير اللي خالف في الرأي خصني نمشي نديرو نلقى المبررات باش نتهنى منه. ماشي هذه الطريقه سير الرئيس. الله يجازيك بخير. أنا باسم حزب الأمة الأصالة المعاصرة كان منذ كنسكروا هذا الموقف اللي جات سير الرئيس. وشكرا. هذا الدور كنقولوا احنا نخدموا. واش هاد الاستقاله شفتها من الكتاب؟ الاستقاله اللي بوحدي بدا حطيت فيها جوج دقائق، كيف هذا الكتاب الريحه وما هضروا ونشوفوا الظروف اللي وقع فيها هاد السيد، انا ما فهمتش لحد الان قلنا لك في المكتب، قلنا لك اودي نورمالمون كان عليك تجيب هذا المكتب ونتذكروا عندي شوف عندي يقين ان 80% حتى 90% من الاخوان غادي يقول لك داك الشيء اللي غادي ديروا ماشي هو هذا، ولكن انت ما عرفتش انا علاش درت عليها، مع العلم ان السيد دار لك القانون الحزب ديالو قال له الله يخليك تراجع عليها في القانون، والقانون واضح 15 يوم قبل 15 يوم كانت عندك واحد الورقه جايه معك، انت تقول له دروك انا ما قبضتهاش ما درتش، راه البيرو دور تحسب عليك، ما تقولش ما قبضتش، البيرو دور تحسب عليك، أي حاجة كتدخل البيرو دور خصها توصل عند السيد الرئيس، إلا البيرو دور ما عطاكش ديك الورقة ديال السيد الرئيس، يعني راه كاين شي حاجة في البيرو دور، لهذا السيد الرئيس حنا كنا طلبناها منك في المكتب وقلنا لك أودي الله يلعن الشيطان هذا الشيء راك باغي الناس تخدم معاك وتعاونك وتشاور هذوك الناس اللي راك تشاور معاهم راهم داو كل الحياه. يا هذا السيد الرئيس انا كنقول لك ونعاود لك الله يخليك الا بغيتنا نتعاونوا ونخدموا كما قال السيد الوالي هذاك قلعوا خلي الامور وهذاك السيد اللي راه يعاون هذاك السيد نهار اللي دابش معاك ما دابش غيرها ما يمكنش يجي واحد هنا ويقول لك خوان الخوانة اليوم عليا غدا خوانة على هذا وغدا غدا خوانة على هذا هذيك السفرنا خوانة ماشي غير عليها واحد ولا زوج راه على المجلس كامل وحنا هضرنا وقلنا لهذا السيد الرئيس كان عليه هذيك النقطة ديال نور الدين الزرزور جيبها لنا للمكتب والمكتب هو اللي ديسيدي فيها.